ثالثة. مستعدون لإمداد مصر بكل ما تطلب من مقاتلات طراز ميج 35 إذا كان لديها الرغبة في ذلك. هذا ما أكده سيرجي كوروتكوف رئيس شركة ميج الروسية لصناعة الطائرات الحربية المقاتلة، قائلا لوكالة نوفستي الروسية للأنباء: إذا قررت مصر شراء طائراتنا سنكون سعداء بذلك وسنقوم بتجميعها وتسليمها لهم ولن يكون لدينا أي اعتراض على هذا. جدير بالذكر أن ميج 35 واحدة من جيل المقاتلات متعددة الأغراض ولديها كفاءات قتالية متنوعة. أكد مسؤول